أنا اسمي أحمد عساف، مقيم في دولة قطر من أكثر من 18 سنة، وأعمل في مجال التمور، يعني المستوردة. أغلب التمور مستوردة من السعودية، من منطقة القصيم حصرا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أحمد عساف. بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. في البداية أستاذ أحمد، طبعا حضرتك صاحب شركة واحد القصيم للتمور والتجارة، وبالتحديد في دولة قطر. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي أحمد عساف، مقيم في دولة قطر من أكثر من 18 سنة، وأعمل في مجال التمور، يعني المستوردة. أغلب التمور مستوردة من السعودية، من منطقة القصيم حصرا. نعم. ومشتقات التمور. نعم، بالتوفيق. بس تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك، أنت كيف دخلت على مجال التمور وليش بالتحديد اخترت هذا المجال؟ والله اخترت مجال التمور لأنه حسيت انه في شيء مميز مطلوب في دولة قطر، يعني لازم توفير ولازم استمراريته. ففي اللي معارف في منطقة في دولة السعودية، فحاولت استفسر منهم عن امور التمور وانواعها وزراعتها وكذا وهاي، فصار عندي فكرة كاملة عن التمور، فحبيت ادخل بالمجال هذا، يعني لانه انا شخصيا احب التمور يعني جدا، والأشياء مثل التمور ومشتقاتها مثلا. نعم. فدخلت بالمجال هذا والحمد لله رب العالمين توفقنا يعني بالمجال هذا. نعم بتوفيق. بس شو هي الأصناف اللي أنتوا بتقدموها عندكم هون بواحد القصيم؟ والله أغلب أصنافنا هي التمور مثل ما نقول الفي آي بي، مثل ما نقول التمور الخلاص الفي آي بي من منطقة القصيم، اللي بتكون مثلا حجم الحبة أكبر واللون أشقر لون التمور. وفي عندنا تمور خاصة فينا نسميها تمور كنز يدوي. كنز يدوي هاي في مزارع خاصة نأخذها من التمور، فطريقة تعبئتها وكنزها نستخرج منها طعم مميز للتمر، طعم خاص، يعني مش مثل أي تمر تعبئة الماكينة، هاي تختلف عن الطريقة هاي. وهاي التمور متوفرة. نعم. يعني خاصة فينا. بس شو أكتر إشي عم بيميزكم عن الشركات الثانية بمجال التمور؟ فقلت لك نحنا تمورنا يعني نستوردها من مزارع خاصة متعاقدين معاها، مزارع خاصة في السعودية، فتتميز بالجودة، بجودة التمور في السعودية تقريبا، يعني فأجود أنواع التمور اللي نستوردها ونستخدمها في طرق كبس معينة مشان يطلع فيها شكل وطعم خاص جدا جدا يعني، ونحاول نسوق لها ونوزعها في دولة قطر. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ لقدام والله ان شاء الله نفكر في ال يعني حاليا تمور ومشتقاتها، نفكر لقدام، نحاول انه نسوي من التمور شيء، مثلا تمور محشية أو مغلفة أو من أنواعها يعني إن شاء الله بالنسبة. نعم. بس أنت كمستثمر سوري داخل دولة قطر. نعم. ما رأي حضرتك ببيئة الاستثمار والعمل هون بقطر؟ والله بيئة الاستثمار أول شيء آمنة 100%، والتسهيلات يعني ما في أي عوائق نهائيا، يعني تقريبا نهائيا ما في أي عوائق، الحمد لله رب العالمين. والسوق القطري مفتوح، يعني أهم شيء الأمن والأمان، ومتوفر هذا والحمد لله رب العالمين. وبعدها كل شخص وشطارته، يعني مثل ما ينزل على السوق يحاول يميز نفسه بشيء معين، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. نعم. بس أصلاً شو هي المشاكل والمعوقات اللي عم بتواجهوها بهذا المجال؟ والله مشاكل ما في الحمد لله رب العالمين، مشاكل ما في، ولكن أي شخص تا يظهر ويظهر نفسه لازم يتميز بأشياء مميزة حتى يقدر يوصل للمستهلكين مثلا، عشان يصير اموره ماشيه، يعني يصير في عنده مثل ما يقول كاستمر او زبائن يعني. نعم. وبس هذا الموضوع الحمد لله.
ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ماذا ستقول له؟ والله أتشكر سمو الأمير جدا جدا على الدعم اللي قدمه والتسهيلات اللي سهلها مشان الاستثمار في دولة قطر. يعني أنا واكبت التطورات يعني من 18 سنة موجود في دولة قطر، فالتطورات الحمد لله ما شاء الله يعني بشكل سريع قاعد تصير في دولة قطر، تطورات وتغيرات كبيرة يعني وسريعة جدا الحمد لله رب العالمين. وأتشكر سمو الأمير على التطورات والتسهيلات اللي مقدمها لكل الأفرع صراحة، يعني للفرع الاستثمار ولا للمواطنين ولا للمقيمين، والحمد لله رب العالمين كل شيء 100%. نعم الأمور طيبة إن شاء الله. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ والله أتشكر كل شخص وقف معي مثلا بالمشروع اللي حاولت أطور نفسي فيه، والحمد لله لقيت دعم كثير من الأصدقاء وكثير من القطريين نفسهم كمان لقيت دعم منهم، يعني الحمد لله رب العالمين. وأتشكرهم وأستنى الفرصة لرد الجميل لكل شخص دعمني أو ساندني في هذا المشروع إن شاء الله. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع واحد القصيم للتمور؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم أو كيف الناس بيقدروا يطلبوا من عندكم؟ واحد القصيم للتمور موجود على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وموجود على جوجل مابس، وموجود أي محرك بحث في جوجل ممكن واحد القصيم للتمور قطر تحصلون الموقع، والموقع في لينكات وفي روابط يعني توصلكم لأرقام الهواتف أو للواتساب أو للمتجر، متجر واحد القصيم للتمور يعني كلها متوفرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محرك البحث جوجل مابس. شكرا لك. شكرا شكرا كل جزيلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد أحمد عساف على حسن استضافته لنا، وعلى أمل لقائي بكم مجددا. نورتنا أستاذ أحمد. شكرا جزاكم الله. شكرا كلك.